دكتور أمجد، أشرت إلى بداية استقامتك في عدد من جلساتنا. نعم. خلال هذه الرحلة، متى وأين وكيف؟ سبحان الله، هذه كانت تقريبا إن لم تخني الذاكرة في العام الميلادي 1981. ذلك الوقت كان عمري تقريبا يعني حوالي 15 سنة، هذا من ناحية الزمن. كيف تمت المكان؟ طبعا في عمان، وسياقها حصل انه الله الكريم العظيم، وانا اضع عنوان، انا السبب الرئيسي الذي كان سببا في التزامي هو شعوري بالخجل من الله لكثرة نعمه علي ووقاحتي معه. هذا كان المحرك الاكبر. نعم الله علي في ذلك الوقت كانت كبيرة، يعني بفضل الله كنت متفوقا دائما في حياتي في المدرسة، لي والدان رائعان، لي عائلة رائعة، كنت متفوقا في الرياضة، ألعب عدة أنواع من الرياضة، ولي شخصية متميزة بفضل الله علي، ولكن كنت مقصرا في حق ربي. فقدر الله سبحانه وتعالى، جاء رمضان 1981، الله بعث لنا، سبحان الله، كان رمضان 1982 حار شديد جدا، وفي ذلك الوقت لا يوجد انترنت ولا يوجد فيسبوك ولا يوجد تلفزيونات ولا شتلا، فكان حر شديد، وعندي هالدراجة البسكليت يعني العب، ما تستطيع تلعب، صايم، فأين تذهب؟ إلى المسجد. لم يكن أصالة مقصودا، سبحان الله. كنت في ذلك الوقت أصلي الصلوات الخمس خجلا من الله 17 ركعة قبل النوم، يعني اللي هي نقرة الديك، حتى يذهب تأنيب الضمير بأني قد أديت ما علي. فذهبنا سبحان الله إلى المسجد، فالله يرحمه الشيخ طاهر العمري كان مفتيا في الجيش، أراد أن يعطي درس ثلث ساعة بعد كل صلاة عصر. هذه الكلمة الله بعثه ليركز على معنى واحد اللي هي اخجل من الله من كثرة نعمه، فكانت كالرسالة الخاصة لي اللي هزتني، وقررت أن أخذ قرارا في ذلك الوقت. وجزء يمكن هذا بعض الإخوة والأخوات، يمكن جزء مما ساعدني وبقوة أني أكبر إخوتي، فخشيت فعلا إن لم أخذ قرارا في ذلك الوقت القطار بعدي كله لن يلتزم ولا أستطيع، يعني خجلت من الله وخفت من أن أكون سببا في عدم التزام من بعدي أيضا.